وكأن الدنيا نهار، حسيت اني اشوف كل شيء، فشفت كل هالمباني كيف هبطت. فلما هبطت حسيت كأن الدنيا او الزمان توقف. كان عندي امل كبير اني اولادي وزوجتي وابي يطلعوا طيبين، فسبحان الله صار الامل يقل كل ما طال الزمن. ابو موسى من حلب، من ريف حلب الجنوبي، صار لي 7 سنوات هون بهالمنطقه ساكن، يعني من اجيت لهون على منطقة حارم سكنت بهالمشروع. بعد الأربعة سبحان الله لا شعوريا صارت هزي رجي قوية، لا شعوريا كنت فاتح الباب الغرفة وباب المدخل وانزل، سقطت على الدرج من نتيجة هزة القوية. يعني رجعت قمت طلعت برات البناية وأنا عم طلع وراي، سقط طف البنايات، هذا 10 بنايات سقط فرد سقطة، تقول يعني هبط فرد هبطة، وكأن الدنيا نهار، حسيت اني اشوف كل شيء، فشفت كل هالمباني كيف هبطت. فلما هبطت حسيت كأن الدنيا او الزمان توقف، وقفت هيك فجأة ورجعت انه فتلت الدنيا. لما رجعت هزت ورجت قوية، اجى المبنى اللي كنت ساكن فيه انا يعني كمان شيء 30 شقة هون، كمان رجعوا هبطوا. كان عندي امل كبير اني اولادي وزوجتي وابي يطلعوا طيبين، فسبحان الله صار الامل يقل كل ما طال الزمن. فما احسنت اطالع ولا واحد الا للمغرب، طلعت اول واحد كان اسمه حمزي، بعدين طلعت البنات بنتين. بعد الساعه 11 بالليل وقف العمل لثاني يوم، ثاني نهار ما احسن نطالع حدا لاني كان ضغط هائل وصارت الجثث تطلع من كل مكان يعني. فثالث يوم ضلينا، ثالث يوم طلعت زوجتي وبناتي تنتين معهم وابوي، والدي طلع باليوم الثالث يعني، طلع هو وزوجتي وبناتي تنتين، الفرد كانوا تقريبا بالمدخل يعني على تم الدرج. فبعد ما طلعناهم عادين وقبرناهم هون ببسنية لله الحمد. احنا اللي كنا بالبيت المنزل العائلة كنا 9، فتوفى، فطلعت انا وصبي عندي عبد الحميد وانا طلعنا، وتوفى عندي 5 أولاد 4 بنات وصبي، وتوفت الزوجة والوالد، توفوا 7 يعني، وطلعنا 2.